لما نيجي نتكلم على مواصفات الترانسفورمر او الهاي فولتج جنريتور ان جنرال، عاده الناس بتتكلم عليها ان ترمز اوف حاجه بنسميها الباور ريتنج بتاعتها. الباور ريتنج يعني معنى مثلا بقول ان الهاي فولتج جنريتور دوت 500 كيلو وات. ال 500 كيلو وات دي بيسكلي كباور هي عباره عن الكرنت في البوتنشال، كرنت في الفولتج. النقطه ان احنا عندنا زي ما احنا شفنا السيلكشنز بتاعت الكيلو فولت بيك، في سيلكشنز كتيره مختلفه، فازاي ان احنا نحسب الباور ريتنج بتاع الهاي فولتج جنريتور؟ بيسكلي الاندستري ستاندرد، يعني الناس تعرفت في الاندستري ان احنا نستعمل الماكسيمم تيوب كارنت بوسيبل ات 100 كيلو فولت بيك وباكسبوجر تايم 100 ملي سكند. يعني بيسكلي بنست، يعني لما اقول مثلا 500 كيلو وات مثلا بتكلم على 100 كيلو فولت بيك مضروبه في الكرنت الماكسيمم عند الاكسبوجر تايم اللي هو بيساوي 100 ملي سكند. بيسكلي ده بيحدد الماكسيمم افيلبل باور اللي اقدر اخدها من الاكس ري جنريتور. طبعا كل ما انا عليت او الريتنج كل ما كان اعلى بالنسبه للجنريتور، كل ما كان قدرته على ان هو يعمل اكسبوجرز لمثلا يعني كوانتيتي اعلى للاكس ري كل ما كان اكبر. فبالتالي يعني طبعا بيبقى حسب الابلكيشن. لو بستعمل مثلا الابلكيشن مثلا زي مثلا لو بستعمل مثلا الكلام ده عشان اصور بيه عظم مثلا، يبقى محتاج ان انا يبقى السيستم بتاعي يبقى الباور ريتنج بتاعه يبقى عالي شويه. لو بتكلم مثلا عن الحاجات اللي هي الشالو مثلا زي الماموجرافي او زي الحاجات اللي زي كده، بيبقى عاده ممكن يبقى الريتنج باور ريتنج ممكن يبقى اقل بكتير. فلما بتكلم بقى على ان احنا مش بس عندنا اختلافات في الكيلو فولت بيك، بيبقى في عندنا اختلافات برضه نتيجه للريبل. يعني عندنا كام ريبل؟ لو احنا عندنا مثلا هاف ويف ريكتيفايد غير الفول ويف ريكتيفايد غير الحاجات دي كلها، فطبعا بيبقى في عندنا لازم يكون في عندنا كوريكشن للباور ريتنج حسب الانواع بتاعت الجنريتورز نفسها. عاده زي ما احنا شفنا في السنجل فيز جنريتورز بيبقى في عندنا تفاوت في الويف فورم، ممكن تبقى زيرو في وقت وممكن تبقى 100% في وقت اخر. فبالتالي بيبقى في عندي لازم احط في اعتباري حاجه زي 0.7، يعني باخد الار ام اس فولتج، يعني بيسك لما باخد الفول ويف ريكتيفايد سيجنال باخد مثلا 0.7 كفاكتور اوف كوركشن للباور ريتنج بتاعي في حاله السنجل فيز جنريتورز. لما بتكلم على الثري فيز او بتكلم على الهاي فريكونسي جنريتورز، بتكلم ان اولموست الار ام اس هو نفسه الفولتج طالع، ما فيش اختلاف كبير، الريبلز اللي موجوده عندي تبقى قليله جدا بحيث ان انا ممكن ان انا اهملها خالص. فبالتالي لازم ان احنا ناخد الكلام ده في اعتبارنا. فعموما في الباور ريتنج ان سمري بناخد الماكسيمم كارنت اللي عندي 100 كيلو فولت بيك لما يكون الاكسبوجر تايم 100 ملي سكند، وبحسب الباور هي عباره عن ال 100 كيلو فولت بيك تايمز الكارنت دوت، ونعمل بعد كده كوركشن. لو عندنا سنجل فيز بعمل كوركشن عشان دي بقى الار ام اس فاليو. لو عندي مثلا فول ويف ريكتيفايد سيجنال بضرب في 0.7 مثلا. اوكي، لما بيكون عندي هاي فريكوانسي جنريتور نتيجه ان الريبل بيبقى قليل جدا بيبقى الار ام اس اولموست نفس الفولتج اللي طالع، يبقى في الحاله دي مش محتاج ان يكون عندي كوركشن فاكتور، بيبقى بيسيكلي بضرب في واحد.